الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا أو بعيدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل ابن حيان. وقال الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. وفي رواية قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قوله صلى الله عليه وسلم شحا مطاعا، الشح نهاية البخل، وقوله مطاعا أي يطيعه صاحبه، وقوله وهوى ما تميل إليه النفس من القبائح، قوله متبعا أي يتبعه صاحبه، قوله ودنيا مؤثرة يقدمها صاحبها على الآخرة، قوله إعجاب كل ذي رأي برأيه أي فلا يعجبه رأي غيره ولا يقبل نصيحته. وفي قوله عليكم أنفسكم أي احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب والزموا إصلاحها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا كنتم مهتدين. قال الزمخشري: كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة على الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام، فقيل لهم: عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طريق الهدى، لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين. وقد روي عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه. ويؤيده حديث ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا
وهوى متبعا إلى آخر الحديث. وأولى هذه الأقوال وأصح هذه التأويلات عندنا في هذه الآية ما روي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو العمل بطاعة الله سبحانه وأداء ما لزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه. وقد ذكروا في أسباب النزول وجوها، أحدها ما روي عن الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف، عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعض الآخر، فنزلت هذه الآية أي: لا يضركم ملامة اللائمين إن كنتم على الهدى. ثانيها أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم، فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طريق الهدى، لا يضركم ضلال الضالين ولا جهل الجاهلين. ثالثها أنهم كانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك، والأقرب أنه لما حكي عن بعضهم أنه قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ذكر تعالى هذه الآية سبحانه والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتشبهوا بهم في هذه الطريقة الفاسدة، بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم وأن يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين في دينهم ثابتين فيه. فإن قيل ظاهر الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب، فالجواب من وجوه: الأول وهو الذي عليه أكثر الناس أن الآية لا تدل على ذلك، بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العاصي. أما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل، وأن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال. الثاني، الآية مخصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ ولا يتركون الكفر. الثالث، الآية مخصوصة بما إذا خاف الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله، فها هنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا جهالة من جهل. وأقول: الهداية ليست عليك، ولكن التبليغ من وظيفتك ما دام بظنك تقبل النصيحة ولا تنتقد، لئلا يكون الحقارة على الحق، لأن قول الحق عند من لم يعرف الحق نقد على الحق. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي مصيركم ومصير جميع الخلائق إلى الله سبحانه، فيجازيكم بأعمالكم. وهذا وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره، والإشارة في قوله سبحانه: عليكم أنفسكم فاشتغلوا بتزكيتها، فإنه
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تشتغلوا قبل تزكيتها بتزكية نفوس الخلق، ولا تغتروا بإرادة الخلق وبقولهم وحسن ظنهم فيكم وتقربهم إليكم، فإنها للطالب سم الساعة، فقد قال تعالى ولكل قوم هاد. فأما في زماننا هذا فقد آل الأمر إلى أن من لم يكن مريدا قط يدعي المشيخة ويخبر بالمشيخة الجهال والضلال من جهالته وضلالته، حرصا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه، فلا بد الاحتراز من مثل هذا، والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترك إلا عند العجز، لأنه عبادة، والمحتسب يحس بفائدته كما يحس وينتفع بالعبادة الجسمانية، وهذه الفائدة تحصل بحسب الإخلاص والتوجه والشفقة على الأمة. فعلى المحتسب أن يراعي الأحكام الشرعية وأن يخرج نفسه من البين حتى يتم أمر الإخلاص وينال التبليغ وثوابه. اللهم وفقنا لذلك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.